على فكرة راح أضرب مثال ثاني، موضوع لقاحات الكوفيد. الكوفيد لما طلعت لقاحاته صار تخوف عالمي منه، حتى من أطباء صراحة، وفي ناس طبعا لهلا بيرفضوا هذا اللقاح. فما في حدا بالدنيا أجبر مريض أو شخص يعني مش مريض على أخذ اللقاح، فصار في نوع من ما بدي أقول الإجبار، مو الضغط يعني، إنه الأطباء إذا ما أخذت اللقاح بدك تحط الكمامة مثلا، وإذا كذا، وبالأخير صار صاروا تضييق. بالأخير أعطونا هي البطاقة، اللي أخذ لقاح بيكون معلق هاي البطاقة الحمراء، اللي ما اخذ معروف انه ما اخذ لقاح. فخاصة الطاقم الطبي اللي هو بينقل المرض، فهو ما اجبروك بس ضيقوا عليك. بس على مجال الزرع مثلا، انت ليش انا بدي بهمني انه مريض الزرع اللي قبل ما ياخذ الاعضاء لازم ياخذ اللقاح، لانه لو صار معه الكوفيد بعد الزرع وعم ياخذ مثبطات مناعية احتمال يموت عالي جدا صراحة. وبفترة 2000 2020 2021 حتى ال 22 اللي ماتوا من مرضى الزرع صراحة نسبة عالية بمختلف المراكز، لأنه كلهم ما كانوا ملقحين، ما كان في لقاح أصلاً. وحالياً هلا من الفترة الأخيرة اللي عم يرفض اللي كان رافض اللقاح هو الاحتمال العالي إنه كان يموت صراحة أو إنه يختلط كثير. فكثير مراكز زرع صارت ترفض تزرع لمرضى ما أخذوا اللقاحات. هذا في ديسك، هذا تمييز هذا مثلاً؟ هذا مو تمييز بناء على وضع اللقاح تبعهم بقدر ما هو دراسة لمعدل الخطورة تبعهم بالإجراء. فهن طالما، لأنه هلأ يعني نحن مثلا بالإسلام نحن نعرف إنه إنما الأعمال بالنيات، نفس الشيء بالأخلاق الطبية، في كتير شغلات النية مطلوبة. فأنت هون أنت لازم تميز إنه أنت هدفك هون، أنت ما عم تعطيه، أنت ما عم تمنع عنه العلاج لأنه أنت عم تقول يا أخي هذا ما ملقح فأنا ما بدي أعطيه. لا لا لا، أنا ما عم بعطيه لأنه ما ملقح. ليش؟ لأنه عدم أخذه اللقاح رح يسبب له اختلاطات طبية. فانت عم تحكي بناء على معلومات، بناء على داتا، بناء على جايد لاينز، ما عم تحكي بناء على قيم وتقييم قيم. فكان بعض الزملاء عندنا يناقشوا انه طيب يا اخي انت لازم تحترم رغبه المريض، انا محترمه تماما، انا ما اجبرته ياخذ لقاح، بس انا ما بقدر ازرع له، ما بدي شارك في هي المصيبه.